في العراق نظمت هيئة الحشد الشعبي وسط العاصمة بغداد تشييعا رمزيا لأربعة من أفرادها الذين قتلوا في قصف أمريكي على الحدود العراقية السورية. حضر التشييع قادة الحشد ومسؤولون سياسيون بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. إلى مثواهم الأخير وبنعوش رمزية طافت شوارع العاصمة العراقية. مراسم تشييع أربعة من عناصر الحشد الشعبي قضوا بغارات جوية أمريكية على مقرهم في مدينة القائم أقصى غرب العراق. الحكومة العراقية رفضت الهجوم الأمريكي واعتبرته اعتداء على المؤسسات الأمنية الرسمية. الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية العراقية، والاستعراض الكبير الذي حصل قبل أيام وبرعاية السيد رئيس وزراء القادر العام للقوات المسلحة يؤكد ذلك، وهذه المؤسسة المهمة دافعت عن العراق والعراقيين. الحشد الشعبي بدوره توعد بالرد على استهداف مقره ومقتل عدد من أفراده. إن شاء الله سيكون ردنا حاسم على هذه الضربة الجبانة التي استهدفها الأمريكان. الكل يترقب حجم الرد إن نفذ ووقعه على العلاقة المعقدة بين الحكومة والقوات الأجنبية والحشد الشعبي. خوفا من عملية التصعيد، لن تكون هناك ردة فعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تخشى أن يكون هناك تصعيد مقابل باتساع أكبر ليس في العراق بل يمتد قد يكون من اليمن إلى سوريا. الخوف من اتساع رقعة المواجهة إلى خارج حدود العراق يظل كابوسا يسيطر على الجميع. مراسم تشييع حملت رسائل ومضامين غاضبة مفادها أن حق الرد مكفول، رد إن حصل يأمل الجميع أن لا يقود لتفجر الأوضاع الميدانية من جديد. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا ضياء الناصري. أهلا بك ضياء، لو تضعنا في صورة عن آخر التطورات في هذا الإطار. يبدو أن المسار الدبلوماسي أخذ حيزا أكبر بعد يعني في طوال هذا اليوم وبعد التشييع تحديدا. هناك مسار ساقه رئيس كتلة الفتح وبالتواصل مع رئيس الوزراء الذي أعلن لاحقا بأن رئيس الوزراء تعهد بنقل هذه الرسالة، رسالة الغضب، بضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي الذي تم إقراره في 5/1/2020 بداية العام الماضي، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية بما فيها القوات الأمريكية من العراق. أيضا دبلوماسيا نواب من كتلة الفتح في داخل البرلمان تلوا العديد من بيانات الاستنكار وطلبوا زملائهم باتخاذ موقف موحد. يعني هناك أكثر من نص ربما يتم تحضيره أو الوصول إلى نص واحد يوم الخميس القادم في جلسة البرلمان القادمة، من يعني من المرجح أن تطرح للتصويت على النواب للتجديد على القرار السابق لمجلس النواب. هذا المسار اليوم كان هو يعني فرض وجوده على المشهد العراقي أعقاب ضربة يوم أمس. فعليا فصائل المقاومة، ألوية المقاومة، كل ما يتعلق بالحشد الشعبي خفف من وتيرة التصعيد الإعلامي والتهديدات ولم ينفوها أو يتراجعوا عنها، ولا زالوا يؤكدون أن الردود حتمية وأنهم سيختارون المكان والزمان بهذه الكليشة الثابتة للرد على ما حصل يوم أمس، خصوصا بعد أن تكشفت هناك صور مأساوية أو مؤثرة جدا لبعض الأشخاص الذين قضوا في هذه الغارة. أحد هؤلاء كان قد طلب إجازة من قائده للذهاب لزواجه بعد أيام قليلة. بكل الأحوال هذا الخليط بين يعني الدرامي والسياسي والتصعيد العسكري ربما يوم غد تتكشف. يعني هو دائما السياسة لها انعكاساتها الدرامية والاجتماعية على الشعوب. أشكرك من بغداد مراسلنا ضياء الناصري.